مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. زيت كوب إلا ربع 150 غرام، أي نوع زيت متوفر عنكم. سكر نص كوب 100 غرام. بنحرك المكونات، بنضيف فانيلا معلقة صغيرة 5 غرام. نحرك المكونات تقريبا دقيقة حتى تنسجم. دقيق 2 كوب 300 غرام. بيكنج باودر معلقة صغيرة 10 غرام. بنخل المكونات. نعجن المكونات حتى تنسجم. نتركها ترتاح العجنة 10 دقائق. هذه عيارات اللي ما عنده ميزان، عيار الكوب بدل ميزان. هذا الكوب اللي أنا استخدمته الأحمر، والكوب البلاستيك نفس الحجم الاثنين. اللي ما عنده ميزان ممكن يستخدم هذا الكوب. السمسم نضيف لكل كوب سمسم معلقة صغيرة سكر، ولكل كوب سمسم قطر معلقة طعام. بنفرك جيد، بنفركه. والقطر طريقته سهلة، لكل كوب سكر نص كوب ماء ونقطة ليمون، نتركه يغلي قليل. هيك صار جاهز السمسم. نعمل قطعة صغيرة وبنلفها وبنضغطها ونوضعها بالسمسم. سهلة كتير. بنكرر العملية نفس الشيء، ناخد قطعة تانية وبنلفها نضغطها بإيدنا نوضعها بالسمسم. إذا أنتم مش مسيطرين على العجنة ممكن توضعوا قليل من الدقيق. نفس الشيء، مش محتاجين الدقيق، لكن لو انتم مش مسيطرين توضع على ايدكو تقليل من الدقيق. هيك صارت جاهزة. بنسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت الحرارة، وضعها في الرف الاوسط. طبعا حرارة مش لازم تكون عالية حسب نوع الفرن، لازم الحرارة تكون 160 170 180 ماكس، أكتر شيء 180 حسب نوع الفرن. طبعا المدة حسب نوع الفرن نفس الشيء، لازم احنا نراقبها باستمرار، هي ما بتاخد وقت كتير. وهيك صارت جاهزة. وهي لذيذة، لذيذة كتير مثل ما انتو شايفين لونها وشكلها، وهي هشة. وهي هي مع الفطار الصباح مع كوب قهوة أو كوب شاي. صحة وألف عافية. ياريت إذا عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا إعجاب. في عنا وصفات كتير ممكن انتو تشوفوها في القناة. في أمان الله. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم.
مع السلامة.